عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحلوا التقييم الأسبوعي الخامس الصف الرابع الابتدائي لمنهج كونكت. أول حاجة عندي هنا دي من نماذج الوزارة، الورقة الصفية. choose the correct answer. number one tomatoes have، الطماطم لديها. هنا عندي roots جذور، ولا flowers أزهار، ولا shoots اللي هي البراعم، ولا seeds inside، طبعا seeds بذور. مكتوب بيقول لي we water، نحن نروي the plant النبات and the roots والجذور grow under the soil، التي تنمو تحت التربة. The number three some plants، بعض النباتات live تعيش in the agricultural هابيتات، في البيئة الزراعية. بعض النباتات تعيش في البيئة الزراعية like مثل lotus flower، reed acacia، bean plant and orange tree، طبعا bean plant نبات الفول. طبعا نبات الفول. طيب عندي هنا number four plants، النباتات that live، التي تعيش in the city، المدينة desert الصحراء. do not need، لا تحتاج a lot of water، كثير من الماء. طبعا النباتات اللي هي بتعيش في الصحراء هي التي لا تحتاج للماء أو لكثير من الماء. plants that live in the desert do not need a lot of water. بعد كده number five grow food، يزرع الطعام. for us لنا، teachers المعلمين، doctors الأطباء، nurses الممرضات، طبعا farmers المزارعين أو الفلاحين. Laura is than Ellen، طبعا دول اتنين لما بقارن ما بين شخصين بحط للصفة اللي هي الشورت القصيرة ER وبعد كده than، older than. بعد كده the fruits الفواكه are، تكون زين زي كاندي. طبعا اتفقت معاك قبل كده ان هيلسي، هيلسي دي صفة شورت. طب الصفة اللي هي الشورت القصيرة لو عندي الواي قبل منها كونسنانت حرف ساكن بتحذف ويتحط اي اي ار، يبقى هيلثير. زي فروتس الفواكه ار هيلثير زين زي كاندي. بعد كده سالي از تولر زين ادم، اطول من ادم. بعد كده هنا نمبر 9 توم إز زين جون، طب اتنين وعندي الصفة هابي هتبقى هابير، هابير زين أسعد من. بعد كده نمبر 10 سمر الصيف إز يكون هوت، دي صفة قصيرة. طب أنا عندي زين ما تنفعش هوت، في حاجة اسمها مور هوت، لأ مور هوت زين دي لو صفة لونج طويلة، يبقى هوتر زين، هوتر زين. طبعا انا عندي قبل كده قايله لك ان الصفه لو اخرها كونسنانت قبل منه اللي هو حرف ساكن، قبل منه متحرك، قبل منه حرف ساكن، وبتكون صفه بتتكون من مقطع واحد، تمام، يبقى انا بزود اخر حرف وبعد كده احط الاي ار ثم زين، هوتر زين. يبقى سمر از هوتر زين، فصل الصيف يكون اكثر سخونه من ذا اوتم، فصل الخريف. هنا الواجب الأسبوعي الصف الرابع الابتدائي الأسبوع الخامس من نماذج الوزارة، دي التقييمات. choose the correct answer. number one the movie، الفيلم اللي I watched، أنا شاهدته yesterday أمس، was funnier than the play، كان أكثر متعة أو مضحك أكتر من the play المسرحية، دي funnier. بعد كده the English grades، درجات اللغة الإنجليزية، are better than، أفضل من the science grades. هنا better هي المفروض عندي صفة شاذة، عندي good لما باجي بقارن ما بين اتنين بتبقى better وبيجي بعد منها than، تمام. عندي بعد كده هنا number three Lena is happier than Sora، لينا أسعد من سارة، تمام. ذا ترين القطار إذ يكون faster than the bike، القطار يكون أسرع من the bike الدراجة. China الصين is bigger than Japan، الصين بتكون أكبر من اليابان، تمام. عندي هنا
يوسف ذكور. عندي هنا نمبر 6 يوسف ذكور. سيارة يوسف is slower than لينا's car، من سيارة لينا. أنا بقارن ما بين سيارتين لشخصين، يبقى أحط للصفة ER وبعد كده زين. بعد كده نمبر 7 tomatoes or الطماطم تكون green خضراء. tomatoes tomatoes نمبر 7 الطماطم or green تكون خضراء before they are red، قبل ما تكون حمراء. طيب عندي هنا our tomato plants النباتات الطماطم لدينا are growing on the balcony بتنمو في البلكونة. طيب عندي هنا بعد كده plants near rivers and lakes النباتات القريبة من الأنهار والبحيرات need تحتاج a lot of water كثير من الماء. بعد كده she is the عندي the وعندي صفة شرطة قصيرة بحط لها est she is the tallest girl هي تكون أطول بنت in the class في الفصل. تمام. طيب عندي هنا موديل 1 التقييم الأسبوعي بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. الأسبوع الخامس put the words ضع الكلمات in the correct order في ترتيبها الصحيح أو في الترتيب الصحيح. أول حاجة بيقول لي هنا the roots الجذور grow تنمو under the soil. تاني the roots الجذور grow تنمو under the soil تنمو تحت التربة. بعد كده عندي هنا tomatoes الطماطم have لديها seeds inside. تاني tomatoes have seeds inside الطماطم لديها بذور بالداخل. طيب بعد كده هنا farmers الفلاحين مالهم grow يزرعوا food الطعام for us لنا to eat لنأكله. تاني farmers grow food for us to eat. طيب بعد كده عندي Lucas lives تعيش on a farm في مزرعة in the United States. تمام. عندي بعد كده هنا the rose is taller than أطول من the daisy. تمام كده. طيب عندي موديل 2 بالنسبة للأسبوع الخامس الصف الرابع put the words in the correct order. عندي هنا tomatoes الطماطم are green تكون خضراء before they قبل ما تكون are red.
تاني tomatoes are green، الطماطم تكون خضراء before they are red، قبل ما تكون حمراء. بعد كده عندي هنا plants النباتات near rivers and lakes، تاني plants النباتات near القريبة، plants النباتات near rivers and lakes need تحتاج a lot of water، كثير من الماء. بعد كده عندي هنا where do you live، where do you live، أين تعيش. بعد كده عندي the sun، the sunflower، زهرة عباد الشمس is the tallest flower، من أطول الأزهار. بعد كده locust lives، locust lives on the farm، تعيش في المزرعة with his mom and dad، Lucas lives on the farm with his mom and dad. طيب اخر حاجة عندي هنا التقييم الاسبوعي اللي هو التالت موديل 3، الصف الرابع الابتدائي الاسبوع الخامس. اول حاجة put the words in the correct order، بيقول لي our tomato، يبقى our tomato plants، نباتات الطماطم لدينا are growing on، تاني our tomato plants، نباتات الطماطم لدينا are growing on، بتنمو on the balcony، تنمو في البلكونة. تمام. بعد كده عندي هنا plants النباتات، that live التي تعيش، in the desert التي تعيش في الصحراء، do not need لا تحتاج water الماء. طيب بعد كده the sun flower is taller than the روز، تاني the sunflower is taller than the rose. بعد كده how big is the flower. طب بعد كده Lucas's grandparents، أجداد لوكاس مالهم، decided to، قرروا أن buy some land، Lucas's grandparents decided to buy some land. تمام. بكده النهاردة خلصنا الأسبوع الخامس الصف الرابع الابتدائي الورقة الصفية والواجب المنزلي والأداء الصفي الثري مودلز. في نهاية الفيديو أتمنى أنه يكون نال على إعجابكم، ما تنساش اضغط لايك بتساعد على انتشار الفيديو، واشترك في القناة وفعل زرار الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.